كنت عم حاول استفزك، بس بعتقد اني شوي تجاوزت حدودي. انتي ما رح ارحمك ابدا. استاذ. يا هلا مدام. اهلا وسهلا، تفضلوا. تفضلي تفضلي يا هلا. وهلا شو؟ خلص بكفي دراما. انا رح احمل الشناتي. احمل المدام يا استاذ. شو قصدك احمل المدام؟ استاذ، الخلافات ضرورية بالعلاقة الزوجية، ما بتنتهي العلاقة بالخلافات، ما هيك؟ لازم تحمل المدام. لا لا لا، ما في داعي، أنا منيحة. ما روحتي من ايدك ولا وجبة أكل بحياتك، ما هيك؟ لا. ايه واضح. إذا ما كل شي صار مثل مخطط أهان رح يعصب أكيد. بتمنى ما يفش كل خلقه، بإيشكي هلا. يا قدير، أنا قلقانة، هلا عايشكي كثير. شباب، رح شيك، أوكي؟ وأكثر شخص هون لازم يقلق على إيشكي مو فارق معه. لاحظتوا؟ مايانك ما جاب سيرة إيشكي ولا مرة لهلا. ريا لا تخافي، إيشكي بتدبر حالها. ايه اساسا اخي وإيشكي بيضلوا بيتناقروا، اذا حكى اهان شي متاكده إيشكي ما رح تسكت له. ايه بيتناقروا؟ فكرتهم كتير رفقه. اهان كان يقول لي انه إيشكي لطيفه. هي هيك مدام، رح اخذ الشناتي. ما قتلك. لي حلا. شو عم تعملي؟ موبايلك. ما في داعي تردي. تأخرت، احكي. ريا. اها وينك انت؟ بجهنم. يي شو هالضجة اللي عندها؟ ولا شي، بس في كيس حنطة وقع على الأرض وأنا عم حاكيكي. أنا كيس حنطة؟ كيس حنطة؟ ليش وينك هلا؟ بس ارجع بخبرك، في قصة صغيرة لا تاكليها. الميكانيكي الصبح بيجيب السيارة وبشوفك بالمنتجع. ماشي. ألو؟ ألو؟ ما في تغطية هون. انقطع الاتصال. بيكون أخذ غرفة ولا تنتين؟ شو هالحكي؟ هالاتنين مثل أفلام السينما. قومي. يلا قومي. شيلي هاد لبطنك. ليش؟ شو بهمك بناندرام؟ قليلي مين هاد؟ هي خططت لسميها ناندرام. كل هالشي صار بسببك، ومن وراكي أنا هلأ بمصيبة كبيرة. الموظفين بهالكوخ فكروا إنه أنا زوجك. ايه يعني هي مشكلتك؟ كيف يعني هي مشكلتي؟ ليش ممكن يكون في مشكلة أكبر من وجودك؟ عن جد ما بتمناك زوج حتى لأعدائي. خرسي، أول شي ما في غرف إضافية، والقانون الرسمي بهيك فنادق إنه ما منقدر نبقى سوا إذا مو متزوجين. كيف فينا نضل بنفس الغرفة؟ أنت مو متعهد بنا؟ ايه. ايه عمر غرفة، ليش عم تشتكي؟ يعني هالشي بيضحك؟ شو بدك يعني إلا لميانك؟ أنا وياكي ما فينا نضل بنفس الغرفة أبداً. إذا حضرتك شايف هالشي مصيبة، رح شوفهم كرمال الغرفة الثانية. أول شي طريقتك بالحكي معي كتير غلط، لهيك ما عاد تستخدمي معي هالأسلوب أبداً. وليش لننزل لتحت؟ هو قال ما في غرف يعني ما في فايدة، كله بسببك. عملتي لنا دراما وبس. شو هالمصيبة هي؟ شو بدي ساوي فيها؟ لا بالعكس، يلي صار كان بسببنا نحن الاثنين. مين قصدك؟ أنا وناندرام. ولك حاجتك دراما بقى. चले नजर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे ये दर्द है या है दवा चले नजर इश्क पे थोड़ा सा और इश्क पे करेंगे गौर इश्क पे।
شوب مو كيف عجب هالفلسفة قصة مارا. ما كان في شوب، ازداد فجأة. وين جهاز التكييف؟ ما هي ما هي ما لقيت الجهاز. لكني لقيته. تليفونه خارج تغطية. ما تخافي ريا، حكيته من شوي وطمني. ما تخافي. أخي من لما كان صغير بيعرف يتصرف منيح، هلأ صار حدا ناضج، فلا تخافي رح يعرف يتصرف أكيد. ومتأكد الأخ أهان رح يتصل فينا. اطمني. صباح. يلا شو منمشي؟ صباح يا أستاذ، كأنه في شبح بسيارتك. شو؟ وينه؟ بس ما في حدا هون. شو عم تشرب وانت بالشغل؟ لا أستاذ. شو سكران؟ شفت حدا وقت جيت أخذ الشناتي. كأنه نفس الشخص يلي أخذ تفاحتين من عنا. نامي عالتخت، أنا بنام عالكنبة. خلاص شكرا. بحتاج مساحة واسعة وقت نام. في تغطية بموبايلك؟ لا، بس بعتت لميانك رسائل، بلكي بتوصل بعد شوي. ايه وأنا كمان رح أبعت لريا. ليش شوب كتير هون؟ ليش؟ لأنه المكيف محطوط على الدرجة 24. 24؟ إذا بتنامي بدرجة 24 نامي برا. أنت مستحيل. 16؟ إذا بدك تنامي بدرجة 16 نام بالقطن المتجمد. معناها نامي وغطي حالك منيح إذا حسيتي بالبرد. أنا ما بقدر نام بالشوب. وأنا ما بقدر نام بالجو البارد. وهلأ شو رح تعملي؟ ما بتنامي بين تشرين الثاني وكانون الثاني؟ ليش؟ بتضل فايق من أيار الحزيران؟ ليكي لو سمحتي ما بدي اتجادل معك، رح تضل الدرجة 16 وانتهينا. استنى، أنا عن جد بمرض هيك. ولك أنا يلي مرضت فعلاً لأني عم جادلك. جد؟ كل هاد ما رح ينفعك ها؟ خلص اسكتي بقى وحاجة تحكي. طالما أنا دفعت لهي الغرفة قراري هاد النهائي، وكلمتي هي كلمتي هي يلي رح تمشي. ما بيهمني كل هالحكي، المكيف ما رح يضل على حاله. وكرمال المصاري. لحظة، شو عم تعملي؟ تفضل، هاي 150 وهاي 12، بدفع لك الباقي بعدين. ما بيهمني إذا دفعتي لي ولا لا، جهاز التحكم هاد هون ورح يبقى هون. ما حزنت، المكيف رح يضل 24. المكيف رح يضل على 16 مو بكيفك. قلت لك 24. قلت رح يضل على 16. قلت لك 24. استني 16 لك. لك خلص تكي. انبسطتي؟ هاي الجهاز خرب وبطل يشتغل وضل على 16. انكسر الجهاز وصار مثل ما بدك. أنا ماني عم أمزح عن جد، إذا ما رفعت الحرارة بمرض. قبل ما تنامي لا تنسي تطفي الأضوية. شو حلو حلو مو هي؟ تصميم الغرفة عن جد بجنن. إيه صح، نسيت إلكن. أهان حكى مع ريا وطمنا، على الأقل عرفنا إنه سوا. كنا صرعناهم بالاتصالات بالليل. مو الكل،
بس انت وانا وسونالي ونخبريا. مين ضل غيرنا؟ مايانك، برأيك هذا الوضع مو غريب؟ ما حاول مايانك يتصل بإيشكي ولو لمرة واحدة. يمكن يكون تعب من هالشي أو حاول ونحن ما شفناه. طيب يمكن. ليك خلينا نروح نخوف سونو بشبح السيارة. امشي يلا. يلا. مستحيل قديش ممثلة. يا ربي حرارتها طالعة كتير. ألو، عندكن دواء للحرارة وللسعلة القوية؟ لو سمحتي ابعتوا لنا دغري على الغرفة رقم 609. يلا شكرا. بالأول ما ردت علي وخففت درجة الحرارة، وهلا أنت عم تتصرف وكأنك مهتم فيني. عندك مشكلة إذا أنا مهتم؟ ما بتخلي مجال لساعدك حتى. غريبة. ماني غريبة، بس بسيطة. أنت الغريب. المسكينة ريا ما بتعرف حتى وين رايحة بحياتها هالتعاسة. أهان وإشكي لهلأ ما وصلتهم رسائلي. ريا، إيه ما عم تفكري غلط. ما شو؟ لأنه أنت بتعرفي كارتك بيضل ينكت كل الوقت عن أخي وإشكي، بس هو ما قصده بنوم. بعرف إنه هو قصده المزح. إشكي ومايانك رح يتزوجوا ما هيك؟ وأنا وأهان مرتبطين هلأ، شو اللي بده يخليني خايفة؟ الشكر للقدير، عكس أخي كارتك الغبي فيه يخلق مشاكل بين أي اثنين. أصلاً أنت بتعرفي طبعه. بالحقيقة ما بعرف، أنا هي أول مرة بلتقي فيكن، وأهان ما عرفني عليكن من قبل. صح، بس ليكنا عم نتعرف. وصدقيني يا ريا، نحن كتير مبسوطين فيكي. أكيد رح حبك كتير. هي الحقيقة. بتمنى من قلبي. تعرفي وقت عزمني آهان لألتقي بأهله كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لإلي. وقتها حسيت بشعور كتير حلو. حكى معك آهان على المستقبل البعيد؟ يعني قصدي قالك تتناقشوا بقصة الزواج؟ حكيتوا بهالشي؟ تفضلي مدام، الدواء إليك. شكراً إلك. ممكن نخفف التبريد؟ تمام أستاذ، رح أحاول صلحه. وكمان الجهاز إذا سمحت صلح لنا إياه. أكيد. أعطيتها حبة من هالظرف لحتى اتنيناتكم تقدروا ترتاحوا وتسترخوا شوي. بجيب لها لمرتي نفسه. هاد كرمال الحرارة؟ صح، بس الحرارة المرتفعة بتخلي المرضان ينام. أكيد اتنيناتكم رح تكون أموركم بخير. رح تنزل حرارتها ورح تطيب من الحمى؟ طبعاً. طيب.
أكيد الثياب ما تغيرت لحالها، يعني ما أقول أنا غيرته. إشكي تذكري شو صار، ضروري تتذكري. أنا حسيت بالبرد، بس شو صار بعدين؟ لازم ينام على الكنباية. ليش نام على التخت جنبي بكل وقاحة؟ شو اللي صار معي امبارح؟ إشكي ركزي منيح ولا تتوتري، لازم تتذكري شو صار امبارح. بس ما عم اتذكر شيء. مايانك ما رد على رسائلي؟ ما أقول يكون صار شي مبارح؟ لا 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 لا، ما صار شي. يا قدير أرجوك، ما يكون صار شي بيني وبين هالشب الكذاب. بدي اتزوج مايانك. بترجاك ما يكون صار شي. أنا ما ناقصني مشكلة جديدة، حاجة مشاكل بكفي. مستحيل يصير شيء. كيف بده يصير؟ أصلاً هالرجال ما بيطيقني أبداً. كيف بده يصير شيء بيننا؟ صاحب الأسماء الثلاثة اللئيم والقاسي دائماً تارك هالخاتم بقلبه. يا قدير، شو عملت بحالي أنا؟ شو هذا اللي على ايدي؟ ريا، انتي جوا؟ لكن الباب كيف مقفول هيك من جوا؟ مرحبا، لو سمحت أنا بالغرفة رقم 203، باب الحمام مقفول من جوا، ممكن حدا يجي يفتحه؟ كان لازم روح لمكان غير هذا واتخبى فيه. شو راح تقول سونالي إذا شافتني هون؟ وبلكي رجعت ستة. ليش عم يبتسم هيك؟ بالعادة كل ما بيشوفني بيعبس بوشي دغري، وهلأ عم يبتسم لي؟ شو اللي صاير؟
قولي لي كيف صرت اليوم؟ أوه. ليش عم يحكي معي بهالطريقة؟ شفت بأفلام السينما البطل بعد ليلة حلوة بيحكي مع البطل وهو مبتسم. شو صاير معك؟ ليش عم تطلعي فيني؟ شو عامل لك؟ شو صاير معي؟ انت شو صاير معك؟ ليش عم تبتسم؟ ليش عم تتصرف بطيبة؟ لأني غلطت بحقك. على غلط؟ شو هالغلط؟ ما كان لازم ارفع تبريد المكيف، لو ضل على 25 ما كان صار اللي صار امبارح. شو قصدك؟ شو صار؟ شو صار؟ عن جد بدك تعرفي شو صار؟ لا، عمتي بدها تعرف بالقصة. عم اسألك أنا، يعني أنا اللي بدي أعرف شو صار؟ شو قصدك؟ اتصال من الميكانيكي، لحظة. ألو؟ ما عم اسمعك، ما في تغطية هون، رح أحكي من برا، جهزي حالك لنمشي يلا. ألو؟ ليش هالشب عم يعمل هيك معي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.